تحية متجددة لكل متابعي قناة النهار الأخبارية الأولى في الجزائر من داخل وخارج الوطن، متواصلون دائما معكم مشاهدينا ورصدا لأجواء عيد الفطر المبارك في أول أيامه من عادات الأسر الجزائرية التي تعودت في أول أيام عيد الفطر المبارك على زيارة القبور بعد انتهاء صلاة العيد، حيث تكتظ المقابر بالزوار. متابعة في الموضوع مع هدى بالقاسم. هنا بمقبرة جريدي بالقبة تتوافد جموع غفيرة من العائلات صبيحة يوم العيد للزيارة والترحم على أقاربهم، حاملين معهم بعض الأوراق والأغصان الخضراء. كل عيد نجي الأقارب تقولي اليمة لأختي راجل أختي، نروح البابا في لامونتان سيتي مونتان، ونروح المرت خويا في عين نعجة. شك عيد نجيو لهنايا، كاين الأقارب تاعنا نجيو نشوفوهم، ونتمنى للشعب الجزائري عيد مبروك إن شاء الله. كل عيد نجي بالزوجة لما ننتهوا من الصلاة نجيبها تزور الوالدي نتاعها. مشاغل عيد كل جمعة، قريب كل جمعة نجي بليكم الجمعة، الوالدين ما يتنساوش. أئمة وعلماء يرون أن زيارة قبور الموتى صبيحة العيد تفسد الفرحة، خاصة وأن العديد من النسوة يسترسلن في البكاء عند القبور بدل أن يكتفين بقراءة الفاتحة. زيارة القبور يوم العيد كرهها العلماء، يعني قال العلماء أن حكمها أنها مكروهة. لماذا؟ لأن زيارة اليوم العيد هو يوم فرح ويوم إظهار السرور، وحينما الإنسان يذهب لزيارة الميت فإن هذا قد يعني يجلب له الحزن والبكاء وغير ذلك، مما يتنافى مع مقصد الشريعة الإسلامية اللي هو إظهار الفرح يوم العيد. وبين هذا وذاك وبغض النظر عن رأي الآئمة والفقهاء، تبقى هذه العادة راسخة في تقاليد العائلات الجزائرية التي تعودت على زيارة قبور موتاها يومي العيد.